تمام يا شيخ. السؤال الثالث، لو في واحدة هي بتعمل وده مالها الخاص، هي حابة تجيب حاجات في المنزل يعني في بيتها، بس بدون علم جوزها ان هي دي من مالها، لان لو عرف ممكن ياخد منها يعني فلوس، لا يعني يعمل بيها يتصرف بيها بطريقته هو، مش باللي هي عايزاه. هل يجوز ان هي تقول له مثلا دي هدية من اهلها ولا؟ هي لا تكذب، لا تتعرض، تعرض ولا تكذب، لكن لا بأس بفعلها. تمام يا شيخ، جزاكم الله كل خير. وإياكم أرجوك يا شيخ الدعاء لأولادي بحفظ القرآن. الله يصلحنا وإياهم ويحفظنا وإياهم كتاب الله وسنة رسول الله. السلام عليكم.